ازاي تقدر تشغل سورس تيكي على الجهاز بتاعك وتلعب زي ما انت عايز، وكمان ازاي تقدر ترفعه او تستضيفه على السيرفر الخاص بتاعك. يلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ فيديو جديد، انا احمد سامي، والنهارده انا جاي اشرح لكم حاجه طلبت مني كتير جدا، وهو ازاي تشغل سورس تيكي على اللوكال هوست. انا في عيد الاضحى المبارك كنت اديت ليكم رابط لتحميل احدث سورس من تيكي كهديه مننا بلاين ماستر، اللي هو احدث سورس احنا بنستخدمه يعني عندنا دلوقتي. اوكي، ففي ناس كتير سالت ازاي تقدر ان هي تشغله على اجهزتها، في ناس عرفت وفي ناس ما عرفتش. النهارده انا هشرح لك ازاي تقدر تشغله على جهازك، وغير كده ازاي تقدر تعمل له هوست على السيرفر بتاعك. طبعا مش هديك التفاصيل بالكامل لان ده مجال كامل وانظمه تشغيل كامله، لكن هديك خطوط عريضه تبقى عارف انت رايح فين وجاي منين، تمام؟ والكلام ده بينطبق على اي لعبه اونلاين، حتى لو كانت كريزي بارتي، حتى لو كانت اس تي دبليو، حتى لو كانت اي لعبه في الكون. اوكي، يلا بينا نبدا. خلينا الاول نتفق على شويه مفاهيم كده قبل ما نكمل. كل العاب الاونلاين بتنقسم لقسمين اتنين، كل لعبة منهم بتنقسم لجزء اسمه سيرفر او الخادم، وكلاينت او العميل، او تقدر تقول جزء اللاعب. يعني ايه بقى الكلام ده؟ السيرفر ده هو عبارة عن الجزء اللي بيبقى مسؤول انه يمانج بيانات اللعبة، والكلاينت الجزء اللي انت بتلعب فيه. برضه عقدتها لك انا كده، ما فهمتش مني حاجة، بالراحة خالص. دلوقتي اي لعبة في الدنيا، خلينا مثلا ناخد مثال على كريزي بارتي مثلا، او تي كي، اي مثال منهم. دلوقتي مثلا في جزء عندك اللي هو فيه الاصوات بتاعه اللعبه، وفي كل بيانات اللعبه وازاي تقدر تلعبها، والتعامل مع قارئ الشاشه، وكل التفاصيل الكتير اللي تتعلق بالموضوع ده. كويس جدا لحد كده، تمام. وفي جزء تاني من اللعبه، هي اللعبه مقسومه لجزئين، الجزء التاني بتاع السيرفر ده محطوط على سيرفر في مكان معين. يعني ايه سيرفر؟ سيرفر ده يعني كمبيوتر كبير في مكان بتقدر ان انت تتوصل بيه وانت بتيجي تلعب اللعبه، على اساس ان الكمبيوتر ده بيحسب البيانات، بيحسب مين اللي فاز، مين اللي ما فازش، مين قتل مين، مين عمل ايه، وهكذا، وبيدي بيانات لكل نسخ اللاعبين اللي موجوده متوصله دلوقتي. يعني نفترض ان انا فاتح تي كي انا ونور مثلا، فانا ونور وفلان وفلان وفلان، واحنا 10 اشخاص، فانا اتحركت للخطوه الفلانيه، نفترض 5-0-0 في المين، تمام، نور موجود في 7-0-0، فتبدا السيرفر يقول ان انا قريب من نور بخطوتين اتنين، فيبدا يديني انا اشاره، فاللعبه عندي تعرفني ان انا قريب من نور، اللعبه تعرف نور ان انا قريب منه، هكذا. فهنا فعلا يبدا التوافق اللي بيحصل ما بين اللعبه هنا واللعبه هنا، تمام. تمام، في مثال تاني في كريزي بارتي، انا باخد مثالين اتنين عشان تفهمني. مثلا احنا بنلعب انا وانت اونلاين على كريزي بارتي دلوقتي، فدخلت انا لعبت، نفترض بطاقه معينه، ايه اللي يحصل؟ اللعبه عندي بتدي اشاره للسيرفر ان انا لعبت البطاقه الفلانيه، تروح السيرفر حاسب النقط بتاعتنا ومدي اشاره للعبه بتاعت نور مثلا ان انا لعبت البطاقه الفلانيه، فبالتالي يقول عند نور ان لقد لعب احمد ذا بيست البطاقه الفلانيه، ويشغل صوتها عند نور ويخصم النقط عند نور من النسخه بتاعته. كويس، دي شغلانه السيرفر، تمام، ان هو بيمانج او بيكون باداره كل اللي بيحصل ده. طب السيرفر ده بيجي منين؟ السيرفر ده ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى الجهاز بتاعك اللوكال هوست اللي انت بتلعب عليه. اللوكال هوست يعني الجهاز اللي انت بتستخدمه ده، الكمبيوتر بتاعك هتخليه على الشبكه بتاعتك، ده هيبقى من غير انترنت طبعا، تمام، على الشبكه الداخليه للانترنت في البيت، كل واحد مننا عنده الموضوع ده واسمه اللوكال هوست، مش عايز اتعمق اكتر عشان ما لخبطكش، تمام. فانت ممكن يا اما تشغل اي لعبه في الدنيا على اللوكال هوست، وساعتها تقدر تلعبها لوحدك بس، تمام، ساعتها مش هيفرق سرعه انترنت ولا اي حاجه، ولا البنج ولا الجو ده. ليه؟ لانك بتلعبها لوحدك، تمام. لما بترفعها على سيرفر في مكان معين، ساعتها كل الناس تقدر تتوصل بالسيرفر ده وتلعب. تعال نشوف الموضوع ده بيتعمل ازاي. في الاول انا هشرح لك ازاي تهوست اللعبه او تشغلها على جهازك انت الشخصي، تمام. بعد ما تشغل اللعبه على جهازك انت الشخصي، تقدر ان انت ايه، تسمع بقيه الفيديو لو انت محتاجه، او لو انت مش عايز تعرف ترفعه على السيرفر ازاي، عشان بس ما يبقاش لخبطتك بتفاصيل انت في غنى عنها. افتح لك النقطة عشان تسمع. ده ملف التحميل اللي احنا حملناه للعبه من الرابط اللي انا سايبه لكم بتاع درايف، او الرابط اللي موجود على blindmaster.org. يعني يا اما تخش على موقعنا، يا اما تخش على الرابط بتاع درايف، وانا افضل طبعا موقعنا عشان لو في يوم لينك اتكسر
هتلاقيني محدثينه دايما في الموقع، يعني مش انا ده اللي هحدثه في درايف دايما، لكن اللي انا متاكد منه انه هيبقى متحدث في الموقع، وكل المعلومات الجديده هتلاقوها هناك. بالمناسبه احنا دلوقتي عندنا هوست لتي كي والاي كي اير اوف نايتس، فلو عايز تلعب اي واحده منهم تقدر تنورنا، وعندنا لاعبين بالهبل وحدثنا السيرفر وبقى قوي. ده مش موضوع الفيديو بس، يعني ملحوظه جانبيه. دلوقتي حاجه تانية، دلوقتي قبل ما تشغل اللعبه، اللعبه دي انت بتشغل اللعبه العاديه بتي كي دوت اكس اي، حلو، لكن دلوقتي احنا بنشغل سورس اللعبه مش اللعبه نفسها، يبقى انت محتاج تثبت لغه البي جي تي على جهازك. كنت سايب لك رابط قبل كده تقدر تحمل بي جي تي، فارجع وشوف الموضوع وحملها، او من موقعهم الرسمي انت واللي انت عايزه. فانا حملت البي جي تي. طب اشغل بقى الجو ده ازاي؟ زي ما قلت لك احنا اهم حاجه نعملها ايه، ان احنا نظبط السيرفر ونقول له هتشتغل فين، سواء هيشتغل على الجهاز ده او هيشتغل على سيرفر كبير مثلا شارينه من اي شركه من الشركات. فالاول انت هتدخل على فولدر includes، تمام، وبعدين تدخل على فولدر اسمه net.bgt، ابلكيشن عليه، وهتختار edit script. هيفتح لك في النوت باد العادية دي، تمام. انا بصراحة ما بحبش النوت باد دي في اي حاجة في الدنيا، فانا بستخدم النوت باد بلس بلس. هيفرق معاك في حاجة؟ ابدا، لكن انا بفضلها بس عشان بس اللون الاسود ده. الاول لما تفتح نوت بي جي تي هتلاقي في حاجة ايه، حاجة سلاش نت ادرس ومكتوب رقم معين، وبعدها نت ادرس كذا كذا. اي حاجة اقولها اتنين سلاشز تطنشها خالص، او شرطتين زي دول، دول معناها ان ده كومنت، فخلينا نمسحه، ملوش اي تاني لازم. احنا عايزين السطر ده اللي هو تاني سطر في الملف، يعني string net address في رقم جواه، همسح كل اللي موجود ما بين علامتين التنصيص، تمام، خليك كده علامتين التنصيص فاضيين خالص. هكتب جواها كلمة local host LOCALHOST، تمام، كلمة ايه، local host، واعمل سيف واقفل بقى الملف ده، مش عايزينه في حاجة تاني. نرجع شوية back وندخل في ملف اسمه ايه، سيرفر. ايه اللي احنا عملناه في الانكلود؟ ركز بقى معايا دلوقتي، احنا الانكلود او النت بيجي اللي احنا عدلناه ده بنقول له ايه، هتوصل بالسيرفر فين. حلو، المكان اللي قلت له يوصل بيه بالسيرفر هو اللوكال هوست، يعني الجهاز. فخلينا نخش في السيرفر وشغل server.bgt، تمام. لما شغل سيرفر دوت بي جي تي كده هو اشتغل على جهازي، يبقى انا لما اقول له وصل لي بده يبقى هيوصل لي بالسيرفر اللي على جهازي، او قال لي سيرفر اكتف كده السيرفر شغال. حلو جدا، ممكن يظهر لك ويندوز سكيورتي اليرت او تنبيه من الويندوز ان يقول لك ايه، ان التطبيق ده بيحاول يتوصل بالنت عن طريق البورت ده. البورت يعني ايه؟ المنفذ، والمنفذ ده احنا كنا حاطينه قبل كده. حاول ما تلعبش فيه، لان لو انت مش عارف الموضوع ده، لو انت عارف غيره عادي، لكن بلاش تحط منفذ مثلا زي 80، لان 80 ده بتاع سكايب، 81 برضه مشغول، 20 و21 و22 الثلاثه مشغولين، بورت 3000 برضه مشغول، 5000، 8080، في حاجات كتير قوي مشغوله الابلكيشنز الثانيه. فما تحاولش تبتكر، لو عايز تبتكر اختار رقم صعب معقد، مثلا 250714 مثلا، اي رقم جه في بالك يبقى معقد شويه، ما تقدرش ان انت ايه، او تبقى متاكد انه مش هيبقى مع حاجه ثانيه. المهم انا كده شغلت السيرفر، اعمل باك وادخل في tk.exe. loading sounds this may take a while. هي بتفتح اهي، طبعا اللي انا عملتها دي حركه غبيه. بص بقى، انا دلوقتي فتحت كذا نسخه من اللعبه، حاول ما تعملش الموضوع ده وانت على السورس. في تيكي العاديه بتقدر انت تشغل اكتر من نسخه، ده يعني لازم يبقى مع السورس بس، لو انت شغلتها مع الجهاز نفسه هتديك ايرور.
test speaker. تمام؟ أنا طبعا هنا لازم أعمل أكاونت جديد. Options. Please donate options. Test speaker. Opt. Please, you have not yet accepted the TK rules. Exit. You have not. Alert, do you agree to the TK? No, yes, I'll yes. comply. Yes, agree. طبعا دي خاصة باللعبة. Login. Connecting the server. Please wait. أنا كان لازم أعمل إيه؟ Accept عشان تشتغل. حلو؟ حلو جدا. طبعا هو دلوقتي مش هيوصل لأن إيه؟ أنا مش عامل حساب. Please again try later. Okay. The kill resource V7.2. Ops 25. Child productions dot trail dot ht server v7. Items child. كده السيرفر شغال. تقدر ان انت تفتح تيجي دوت اكس اي دي. تمام. Loading sounds. This may take a while. وتعمل فيها اكونت جديد وتشتغل. تمام. Login. Create account. Login. Create your username. AHFED. Ahmed. Type in your new. Enter your email for password retrieval. ASASGAILGCOM. Try to connect. Please wait. Items view. The kill resource. These. طبعا انا مش هفتح تيكي لان انا بقول ان الفيديو ده تعليمي ولو فتحت فيه لعبه ممكن يجي لك كوبرايت او مشكله. تمام. لان يوتيوب بيتلكك فبلاش نفتح اللعبه دلوقتي. اوكي. دلوقتي خلينا بقى ننتقل لجزء تاني. دلوقتي انت شغلت اللعبه على لوكال هوست وكله تمام. لازم السيرفر يتنه شغال. سيرفر دوت بي جي تي اللي هو ده. Child product. لازم يكون شغال. لو وقف اللعبه هتقف. حلو قوي الكلام اللي احنا قلناه ده. ندخل على سيرفر عشان ايه نتناقش بشويه بيانات من الموجوده هنا. بص بقى دلوقتي الملف اللي هو السيرفر ده هو ده اللي بيترفع على السيرفر نفسه. تمام. ممكن نقفله دلوقتي مش محتاجينه في حاجه. هو ده اللي بيترفع على السيرفر. هو ده اللي بيشتغل منه. يعني لما يكون عندك سيرفر ترفعه عليه. تمام. حلو قوي. دلوقتي هو موجود على جهازك فكل البيانات بتتحفظ في جهازك. يعني مثلا ايه ملف زي تشارلز ده فيه بيانات اللاعبين مثلا. المفروض يبقى جواه الكاركتر اللي انا عامله. تمام. وجواه بيانات عن اللاعب بتاعي. مثلا عندك اللوجز ده اللي فيه ايه كل الحاجات اللي انت تصفحتها في اللعبه. تمام. يعني كل الحاجات الريكوردد. لو دخلت هنا مثلا بما ان السيرفر ده كان مرفوع قبل كده يعني او النسخه دي مرفوعه انا جبتها لكم من السيرفر بتاعنا. 3/31/2020. طبعا التاريخ هنا مكتوب بالستايل الامريكي فخلي بالك ده يعني 3/3 ده شهر 3. تمام. 31 ده اليوم 2020. 5/20/2020 يعني يوم 20 شهر 5/2020 الشهر السنه اللي احنا فيها دي. تمام. تمام جدا. ده كل اللي انت محتاج تعرفه بالنسبه لللوكال هوست. انت كده شغلت اللعبه وكله تمام وكده انت اوريدي ديفلوبر في اللعبه طالما انت عملتها. لو محتاج ان انت تضيف حاجه زي كده ادمن او الجو ده ممكن نبقى نتطرق له لان الموضوع اكبر شويه. ده خاص بتيكي. برضه كريزي بارتي هتعمل نفس الحوار اللي انا شرحته لك. كل واحد خلصت من كل الحوار ده بقى بترفع الموضوع على السيرفر. ده الصوره دلوقتي انا نقلت للسيرفر بتاعنا. السيرفر بتاعنا ده عباره عن لينكس. جهاز لينكس. حلو. فجهاز اللينكس ده انت لما بتشتري سيرفر من شركه من الشركات المعينه بتشتري السيرفر لينكس. تمام. وترفع عليه اللعبه بتاعتك. لكن في مشكله. انت هتخلي السيرفر ده اي اكس اي فايل. السيرفر ده بيشتغل على ويندوز مش على لينكس. ساعتها تعمل ايه؟ تحمل برنامج اسمه واين عشان واين ده بيخلي برامج الويندوز تشتغل على لينكس. فبتحمله عندك على السيرفر وبتبدا تشغله. طبعا اللينكس نظام تشغيل لوحده. يعني انا مثلا بختار بس بشتغل بالترمينال مثلا معظم الوقت زي ده كده اللي هو السي ام دي اللي هو الدوس على حسب انت بتسميه ايه. فده اللي انت بتستخدمه عشان تران اللعبه هناك. تمام. ممكن تعمل لها ران في حاجه زي الدوكر كونتينر وده هيخلي ان لما السيرفر يقع تشتغل تاني. خلي بالك ان لما السيرفر بيقف انت بتخش على يعني مثلا نفترض حد قال لك السيرفر وقف تعمل ايه؟ تدخل هنا وتشغل الايه اللعبه من على السيرفر بتاعك. تمام. هي دي الفكره ببساطه اللي انت بتشتغل فيها. خلينا نقلب في ملفات السيرفر لدقيقه كده عايز اوريك حاجه. مثلا هنا دلوقتي لو خدت بالك stuff chores include logs دول ايه بقى؟ دول نفس الملفات اللي احنا شفناهم في ايه في ملف السيرفر على الجهاز عندنا.
تشيرز نوت سيلكتد اونر. خلينا نخش في تشيرز مثلا هتلاقي اهي دول اللاعبين 11 امان نوت ابسينا ابسينا عبد الله نوت عبد نوت عبد نوت امك 1 امد 7 امد نوت امد تاي امد الريشي امد تايجر نوت. انا طبعا عايز اخش في البروفايل بتاعي احمد ذا بيست تمام. هنا الفايلات دي تمام، انا لما دخلت في بيانات اللاعب بتاعي دي كل حاجه عنه تمام. فاي حاجه انا بعملها، نفترض ان قتلت واحد جديد، في عندي هنا ملف اسمه kill.usr، لو فتحته ده بص دلوقتي انا قاتل 25 واحد في اللعبه او بالحساب ده تمام. لو انا قتلت واحد جديد دلوقتي واللعبه شغاله، هيروح اللعبه او السيرفر محدث الملف ده واخليه 26 تمام. يبقى انا بالتالي لما احط اليوزر نيم والباسورد بتوعي، يروح السيرفر يشوف الموضوع ده يقول لك استنى، لما بيجي يعمل، عارف لما انت بتكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعك وتيجي تعمل كونكت، يجي هنا بقى الجهاز يشوف هل موجود ده، موجود عندي حاجه اسمها احمد ذا بيست على السيرفر بالباسورد ده، فيبدا يدور. لا موجود، يبقى يا باشا خش طالما الباسورد بتاعك صح. لو مش موجود، لا الحساب ده مش موجود، لو الباسورد غلط يقول لك الباسورد غلط وهكذا تمام. وزي ما بقول لك بكل حاجه بتتحدث، يعني مثلا في حاجه هنا اسمها بلاي تايم، خلي بالك ان الباسورد هنا هاشد، يعني لو فتحت الباسورد ده طبعا الباسورد العملاق ده مش كل الباسورد بتاع الحساب بتاعي في تيكي، لكن هو عامل له هاش او طريقه معينه عشان يشفره، عشان برضه الديفلوبر ما يبقاش عارف الباسورد ايه، عشان برضو يبقى فيه مصداقية في اللعبة شوية. ما هو ما ينفعش نخش بحساب اي حد يعني. مثلا ملف زي playtime.usr ده فيه الوقت اللي انت لعبت فيه اللعبة، 23 مليون و200 ده الوقت بالثواني، 23 مليون ثانية وكذا تمام. فخلي بالك ان الفايل ده بيتحدث كل ثانية، عشان كده تيكي من الالعاب اللي برضو تقيلة وانت بترفعها على اي سيرفر، فانت محتاج سيرفر قوي عشان يشيلها تمام. دي كل البيانات برضو بتحفظ هنا ايه. خلينا نقلب شوية عشان اوريك شوية حاجات. زي ما انت شايف عندك الاكس والواي والزد اللي كانوا موجودين، برضو دول بيتحدثوا كل ما بتتحرك خطوة في اللعبة تمام. وفي هنا ماب، هنا مثلا هتلاقي التيم، هتلاقي ان انا في تيم RL تمام. وهنا شوية حاجات بقى كتير تمام. دي الماب، اخر ماب انا كنت فيها ايه، ماب اللي هي اسمها احمد ذا بيست او الماب بتاعت انا في اللعبه. فزي ما انت شايف هو ده بالظبط نظام التشغيل بتاع تيكي. زي ما قلت لك اللينكس نظام لوحده، فما تحيرش نفسك بيه لو انت مش فاهمه، او يا اما تتعلمه عشان تقدر تهوست اللعبه بتاعتك. الموضوع مش صعب، لكن الموضوع عايز فهم الاول، ما اقدرش المه لك في فيديو هنا لان الموضوع مش بالبساطه دي. الموضوع انا بكلمك في نظام تشغيل كامل، واحنا بنستخدم كلاينت عشان نقدر نتحكم فيه، زي ما بتتحكم بالام في دي اي ريموت في جهاز تاني، احنا بنتحكم في حاجه زي فايل زيلا بنتحكم فيها في ايه، في جهاز اللينكس بتاعنا اللي موجود مثلا في امريكا، السيرفر بتاعنا تمام. وزي ما قلت لك السيرفر ده حاجه انت بتشتريها، يعني بتدفع لها فلوس مثلا على حسب انت، لو هتدفع للبروفايدر بتاعك بالشهر، او يا اما مثلا تاخد السيرفر بتاعك بالسنه، في شركات كتير جدا ممكن تاخد منها. في عندك نيمت شيب، في عندك ديجيتال اوشن، هي غالبا اشهر واحده فيهم وافضلهم ديجيتال اوشن، في اي دبليو اس، وبرده من دي اي دبليو اس من الحاجات الرائعه. يعني خلي بالك ان انت لو عايز ترفع ويب سايت او موقع على النت برضه بترفعه هنا. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده على الكورس بتاع الويب بتاعي، وكنت وريت للناس حتى نظام الموقع بتاعنا والبي اتش بي والحاجات دي كلها وقواعد البيانات وكل الحوار ده في الكورس يعني. لكن ناخد فكره على السريع، لو انا عايز ارفع موقع برضه برفعه هنا. انا اشتريت هنا استضافه، دي زي مساحه كده، السيرفر ده عباره عن كمبيوتر في مكان، فانا اشتريت اهوت جزء شغال عليه او كمبيوتر خاص بيا كبير كده، وبحط عليه اللي انا عايزه. يوتيوب برضو عندهم السيرفرات بتاعتهم اللي بيحطوا عليها الفيديوهات اللي انا برفعها زي اللي انت بتشوفه دلوقتي تمام. برضو الفيسبوك عنده سيرفراته، فاي حاجه بتشوفها، اي بيانات بتجي لك من على النت غالبا بتبقى جايه من السيرفر ده. فهمت؟ بس هو ده الموضوع اللي انا كنت عايز اوريه لك. طبعا انا مش هقدر اوريك اي بيانات اكتر من كده، لان بعد كده تبقى بيانات سنسيتيف شويه او خاصه بمعلومات السيرفر بتاعنا او كده، ودي اكيد انا مش هعملها شير مع اي حد. اوكي، فانا بس اللي كان يهمني ان انت تفهم الفكره العامه ماشيه ازاي تمام. وزي ما انت شايف ده مش ويندوز، اللي انا شغال عليه ده مش ويندوز، ده لينكس. انظمه التشغيل كلها مختلفه،
الملفات مختلفة، الايديتنج مختلف، الدخول جوه الملفات والخروج منها مختلف. فدي حاجة ودي حاجة. لو انت عايز تشغله على اللوكال هوست زي الاول تقدر تشغله. لو انت عايز تشغله هنا تشتري هوست وبعدين تاخد البيانات بتاعت الهوست وتقول له اديني اكسس للهوست بتاعي، تقدر تاخد البيانات تستخدم اي برنامج زي فايل زيلا عشان تقدر تخش وتشوف البيانات بتاعتك وبس كده يا باشا، تقدر تشغل اللعبه بتاعتك زي ما انت عايز. اوكي، اتمنى يكون الشرح ده فادك مش لخبطك، انت خد منه اللي انت عايزه لان البيانات كتير. انا كنت ممكن اعمل حاجه واقول لك ازاي نقدر نشغل اللعبه، تك 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 اشتغلت خلصنا في دقيقتين ولا 3 دقايق بالكتير، لكن انا بحاول اديك الفكره الكامله عشان انا هنا عشان اعلمك مش عشان اديك معلومه واجري. بس هو ده هدفي من الفيديو، اتمنى اكون استفدت ان شاء الله، ويا رب بالتوفيق للكل. كان معاكم احمد سامي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو عندك اي سؤال، بالمناسبه قبل ما اقفل الفيديو، لو عندك اي سؤال يخص الموضوع ده يعني ممكن تسيب لي برضو في التعليقات او تقول لي على اقتراحات انت عايزها. لو انتوا عايزين مثلا حاجات لها علاقه بتي كي اكتر، حاجات لها علاقه باي كي اكتر وهكذا، برضو قولوا لي. السلام عليكم.